مساء الفل، النهارده هنتكلم عن اغنيه تملي معاك اللي نزلت من 22 سنه، وفي ناس كتير في وقتها وحتى لحد دلوقتي بتقول ان لحنها مسروق. الفيديو ده مهم قوي وهقول لكم، وانتوا عارفيني لحنها مسروق ولا لا. وقبل اي حاجه يا جماعه، حفله عمرو دياب يوم 15 يناير اللي هو كمان كام يوم هتبقى في دبي، وهكون موجود فيها، تبقى حاجه جامده جدا، واتمنى انه يغني بعد الليالي، لانه ده مطلب جماهيري ليا انا من الاخر، نفسي يغني بعد الليالي لايف، وحشتني. مهم، اغنيه تملي معاك من اشهر الاغاني العربيه في العالم، ومن اكتر الاغاني اللي اترجمت لاكتر من لغه، وده كان راجع لنجاح الالبوم كله في الوقت ده اللي كسر الدنيا. ووجهه نظري نور العين وتملي معاك اكتر اغنيتين لعمرو دياب عالميا اتشهروا لحد دلوقتي. بدايه الموضوع كله ان البوم تملي معاك نزل سنه 2000، وفي اغنيه لماركا انتوني اسمها When I Dream at Night سنة 99 نزلت. وطبعا اللي ما يعرفش مارك انتوني يا جماعه ده ملك الموسيقى اللاتين. وعشان نكون عارفين برضو، البوم تملي معاك يعتبر كان شغالين عليه سنه 99 تقريبا، نفس وقت نزول اغنيه مارك انتوني. سيبكم من كل ده، انا هوريكم الاغنيتين دلوقتي وتقولوا لي رايكم، بس انا هقول لكم رايي الاول. دي بدايه اغنيه مارك انتوني When I Dream at Night، ودي بدايه اغنيه عمرو دياب تملي معاك، مع بعض هتشوفوه. طب مبدئيا يا جماعه، احنا لازم يكون عندنا وعي شويه في حته الفرق بين اللحن والتوزيع، وده انا قلته في فيديو قبل كده ولكن هعيده تاني. ده توزيع، ده مش اللحن، وحتى التوزيع الجمله اللحنيه اللي فيه مختلفه، اللي هي دي. زي بعض، لكن الموسيقى هي، لان الموسيقى لاتين بوب، فنفس نوع الموسيقى، لكن ده مش بالضرورة انها تكون مسروقة. لكن لو جينا للحن، تعالوا بقى نشوف اللحن. هل عمرو دياب في الاغنيه دي بيقول تملي معاك يا لا مفيش، دي لحنها مختلف تماما عندي. اذا الاغنيه مش مسروقه، لا لحن ولا توزيع، نوع الموسيقى هو وده حق مشروع جدا. واكبر دليل يا جماعه ان الاغنيه مش مسروقه، عمر ما في اغنيه هتكون مسروقه تترشح لجائزه الجرامي، لانه فعلا سنه 2000 تملي معاك اترشحت للجرامي اوورد، وده معناه الاغنيه اصليه كلحن وتوزيع. اذا اللي يقول لك اغنيه تملي معاك مسروقه من مارك انتوني، قول له كلحن هل مسروقه؟ هل عمرو دياب بيغني نفس اللحن بتاع الكلام؟ طب سيبكم من ده، المزيكا واحده عشان ده نوع موسيقي ما فيهوش سرقه. لكن لما نيجي للجمله اللحنيه ذات نفسها اللي في الموسيقى، ترارارن ترارارن، هي ترارارن ترارارن، لا هل دي هي دي؟ وبشكل عام يا جماعه، في نوعيه الفيديوهات دي تحديدا، انا مش بروش ولا بطلع اقول بقى رايي، هي الفكره ان انا عايز اللي بيسمع الاغاني يفهم انه ده لحن وده توزيع، اكتر من انه يسمعها كلها على بعض ويقول لك كده او يحكم عليها ان هي مسروقه. ده اللي كان عندي النهارده، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.